الاحتياطات ديالك ملي تدخل دارك ستاريك بالساروت. يعالج فيلم امرأة في الظل مخرجي جمال بن مجدوب مشكل الماضي الذي يؤثر على الحاضر والمستقبل. بالنسبة لبعض الأشخاص ما يؤدي لهم إلى مشاكل نفسية مثل انفصام الشخصية. شحال مرة قلت لي البنت إلا خرجت بعقلها ما نقولوها لحد. ويحكي الفيلم قصة سارة التي خرجت مؤخرا من تجربة زواج فاشلة وانتهت بالطلاق، الأمر الذي انعكس عليها سلبيا. بعد ذلك ستدخل في علاقة جديدة لكنها لم تتخلص من عواقب فشل تجربتها السابقة. راه ما كاينش اللي كيخرج على المرأة ويحمقها ويجننها ويخرجها على طاقتها من غير الخيانة ديال راجلها. أما بطل الفيلم فكبر وترعرع بين جدران دار الأيتام الباردة، لكنه مع ذلك استطاع أن يتبوأ مكانة رفيعة داخل المجتمع. العمل شارك فيه يونس بواب، نادية كوندا، سعيدة بعدي ومحمد خيي. امرأة في الظل الفيلم المغربي اللي دابا كيدوز في القاعات السينما بلو تيتر تاعو بالفرنسية هو اون فام دون لومبر، من اخراج جمال بن مجدوب ومن انتاج شركة سامبلون فيلم برودكسيون. كنشارك في هذا الفيلم هذه البطولة مع الممثل يونس بواب، الممثلة سعيدة بعدي، سي محمد خيي، زين بن نجم، عبد اللطيف شوقي. هذا الفيلم هذا صورناه قبل من لا بانديمي، دونك شويه شحال هادي، وكيهضر سان تريلر بسيكولوجيك. نقدر نقول لك قريب لو فيلم دوغور مي سي با ان فيلم دوغور، مي كيخلع واحد شويه. سي اول مره غنلعب في هذا لو جونغ دو فيلم. دونك باش نعاود لك رابيدمون، القصه هي ديال واحد البنت اللي عايشه زعما في واحد العائله اللي لبس عليهم، وكان يلاه طلقات من الرجل الاول، وكان عقدها هذاك الزواج وحاولت تعاود حياتها وتعول على راسها، ولكن عاوتاني غادي تطلق وتربي واحد البيبي. دونك كانت باغا دير اون في بلوز او موان دون مرسيليباتير، حتى كتلاقى مع بصدفه مع واحد الولد اللي هو يونس بواب هو اللي كيلعب الدور. كتلاقى معاه وكتولي كتبغي، وهذاك السيد كيرجع ليها ليسبوار في العلاقات الزوجيه، دونك تتزوج به، ومن تما كيبداو مشاكل اخرين. دونك فوالا، هذا هو لو ديبار ديال الفيلم. وهاد البنت هادي عندها واحد العقده، فريمون عقده من الرجال. دونك كنشوفوا كيفاش كتسلك راسها في العلاقه الزوجيه الجديده. دونك نتمنى يعجبكم الفيلم. السينما غالباً ما ترتبط لدى المشاهدين بأبطال الفيلم أو المخرج، إلا أن إنتاج فيلم سينمائي يقف وراءه جنود خفاء تتوزع مهامهم بين الكاميرا والصوت والكتابة. Bonsoir, je suis Ferdows Mefhoum, j'ai 29 ans, je suis assistante réalisateur. J'ai commencé mon premier stage en 2015 et j'ai travaillé avec plusieurs réalisateurs. Parmi ces réalisateurs, Hicham Al-Asri, Mourad Al-Khawdi, Ali Tahiri, Rita Al-Qassar et Ibrahim Chkiri, Ala Akaboun, عبد الله عبداوي. جي ترافاي دون بليزيور بروجي، ولاد المرسى، السربا، سيت كوم الدرب، سيت كوم همي ولاد عمي، لا ميني سيري راجل ونص، سيري فوق السحاب، سيري الزعيمه، سيري حنان، سيري ولاد المختار و بليزيور بروجي. اوكوتسيوتا وا جوجوتسو كوسن دي ازكاريماس. موري دا يو بوكو. اوكوتسو او ماي ماجي دي ناني شي ني كيتان دا. You're just threatening to kill me. Don't touch your ear like that. You look like an idiot. Oh my God! I shouldn't have come out to play with a big boy's wee, because you're about to get a proper Scottish welcome. What?
వచ్చినప్పుడు ఓ చిన్నపిల్లని తీసుకొచ్చారు. మీరు తీసుకొచ్చింది గోండ్ల పిల్లనండి. I enjoyed your book about the lost city, and I believe you're the one who can help me find its truth. What is that? Get it off. Please. I can feel him sucking my soul. Feel free like a bandit. Who's on me? That sounds. Feels like there's more. Holy Mother of God. It's just sucking on my butt like a big old Jamba Juice. Oh.